بسم الله الرحمن الرحيم. سادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يتخذ موضوع الارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أشكالا وأنماطا ومظاهر متعددة، فالمؤمن المنتظر للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالانتظار الإيجابي الحقيقي الذي ينشده الشرع المقدس، إنما يعيش الإمام المهدي في وجدانه ومشاعره وأحاسيسه، لا يكاد يغفل عن ذكر الإمام في كل لحظة وفي كل موقف، في الأماكن المقدسة التي يكون عادة الإنسان قريب بها من الله عز وجل. تجد الإمام المهدي حاضراً في دعائه، عند تناول طعامه أيضاً، الإنسان حينما يتناول طعامه يذكر الإمام المهدي ويحن إلى أن يكون في ظل دولة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هنالك أنماطاً وأشكالاً ومظاهر متعددة يتخذها المؤمن للارتباط به صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه يعمد إلى تربية أبنائه على حب الإمام وذكره في كل وقت وفي كل حين. سادة المشاهدين الكرام، أهلاً ومرحباً بكم مشاهدي قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الفضائية، حيث حلقة من برنامج في منزل المهدي، هذا البرنامج الذي يكرس ويسلط الضوء على ومضات من حياة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي نعمد إلى تصويره في هذا المكان المقدس المرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ألا وهو مسجد السهلة المعظم والمبارك. فأهلاً ومرحباً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. سادة المشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم في هذا المكان المبارك، مسجد السهل المعظم الذي يعد منزل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكما نوهنا سابقا أن هنالك الكثير من الفئات العمرية التي ترتاد هذا المسجد المعظم لأجل النيل من فيوضات وبركات هذا المكان المقدس، وكذلك لارتباطه بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يسرنا أن نلتقي الآن بأحد المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ سجاد علاء. أخ سجاد، أنت معتاد على زيارة مسجد السهلة دائما؟ إن شاء الله كل ثلاثاء أنا موجود هنا. كل ثلاثاء أنت متواجد في مسجد السهلة. بما أنه مسجد السهلة المعظم مرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فكيف يمكن لك أن تدخل السرور على قلب إمام زماننا؟ أكيد إحنا لا ننسى ذكر الله بالدعاء والعبادة، وذكر النبي صلوات الله عليه وآله وسلم بالصلوات وتعجيل الفرج مولانا صاحب العصر والزمان. إذن سادة المشاهدين الكرام، إجابة صحيحة ورائعة من شاب في هذا العمر
يقول أننا إنما نتقرب إلى الإمام إمام الزمان إمامنا صاحب العصر والزمان من خلال ذكر الله عز وجل، المداومة على ذكر الله عز وجل، وكذلك ذكر أهل البيت الذين هم الواسطة، واسطة الفيض بيننا وبين الله عز وجل، وكذلك الصلاة والتقرب والدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بتعجيل فرجه، فإن في فرجه فرجنا إن شاء الله. وهذه من الأمور المهمة والتي ينبغي أن للشباب جميعا أن يتعلموا السير على خطى ونهج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كانت الإجابة صحيحة، ويسرنا أن نقدم لك هذه الهدية من قناة الإمام المهدي الفضائية. الله يخليك، الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا. بارك الله فيك. الله يسلمك. سادة المشاهدين الكرام، من الأمور المفرحة جدا التي نشاهدها ونحن نتجول في أروقة مسجد السهل المعظم أننا نلاحظ الكثير من العوائل يأتون مع أولادهم الصغار إلى هذه الأماكن، أماكن العبادة. طبعا لهذا الأمر غايات متعددة سنتعرف عليها من خلال الأسئلة التي نوجهها إلى المؤمنين الذين نلتقيهم. ويسرنا أن نلتقي مع أحد الأخوة المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا صبي. الاسم الكريم؟ فائز كريم الحسناوي أبو رضا. الله يبارك بكم. أخ فائز، أنت من الذين يعتادون على زيارة مسجد السهل المعظم؟ إن شاء الله إن شاء الله دائما نجيب، بالذات نجيب جهنايونا ونعمة من الله. بودي أن أسألك سؤال، هو كما نعلم أن المسجد السهل المعظم هو مرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فكيف تربي أولادك على حب الإمام والتقرب إلى إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ والله هاي نعمة من الله أول شيء، الثانية وبعد جاي أعلمهم حتى بالصلاة من يقفون وياي أعلمهم بالذات دعاء الفرج، بالذات بهذا وقتنا، هذا الوقتنا كلش مزين، وندعو من الله يعجل الفرج. تعجيل الفرج ما كل أحسن من عنده، ودعاء الفرج بالذات هذا رضا دائما عندي يوقف وياي يقرأ دعاء الفرج كله، وهسه جايبهم أعلمهم أنا حتى المقامات مقام مقام أعلمه، وكم ركعبي والحمد لله والشكر، هاي نعمة فضيلة. أبويكم أغاتي. جزاك الله خير. إذن سادة المشاهدين الكرام، جواب جميل أكيد أنه سيدخل السرور على قلب إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كيف لا وهو يرى الآباء يغرسون في أولادهم ويزرعون في قلوبهم حب الإمام المهدي وحب المقامات والأماكن المقدسة وحب العبادة أيضا، كما سمعنا من الجواب أنه يصطف مع أبيه لأداء فرض الصلاة، وفي أثناء الصلاة أكيد هنالك دعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فترى الأولاد يتعلمون هذه الثقافة حب الإمام المهدي والدعاء له. ونحن بحاجة ماسة جدا، ونحن في زمن تكثر فيه الفتن وتكثر فيه الادعاءات، إلى أن نعمق ونرسخ في نفوس أولادنا حب الإمام المهدي والثقافة المهدوية. كان الجواب صحيحا، ويسرنا أن نقدم لك هذه الهدية من قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى قناة المهدي. ونشكركم جزيلا. شكرا جزيلا. فرصة سعيدة غاتي. تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. منكم رحمة الله عليك. سادة المشاهدين الكرام، فئة الشباب هي من الفئات المهمة جدا التي عليها يعول الكثير من الأمور، وخصوصا نحن نترقب ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن المعروف والمشهور أن غالبية أنصار الإمام المهدي والذين سيخوضون معه كل المعارك وكذلك سينشرون العدل غالبيتهم وصفتهم هم من الشباب، حتى أن الروايات تقول أن الكهولة كالملح في الطعام، الذين هم أعمارهم كبيرة يكونون كالملح في الطعام في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يسرنا أن نلتقي مع أحد الشباب المؤمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسم الكريم؟ سيف جابر كالون. سيف، نحن نراك الآن في مسجد السهل المعظم، هل أنت معتاد على زيارة مسجد السهل؟ نعم معتاد، أنا كل ثلاثان هنا. موفق. بودي أن أسألك سؤال، كما نعلم أن مسجد السهلة مرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو في الروايات أنه سيكون منزل الإمام، فبودي أن أسألك، هل تتشوق لرؤية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ وإذا التقيت بالإمام ماذا تريد منه؟ طبعا أنا أتشرف ألتقي بالإمام المهدي عجل الله فرجه، وكل اشتياق للإمام المهدي، وإن شاء الله أطلب من عنده الآخذين بثار الإمام الحسين، ويجعلنا من جنود إن شاء الله إن شاء الله. إذن هو شوق للقاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا أولا،
وكذلك لدى هذا الشاب أمنية في الحقيقة رائعة جدا. نحن يعيش في الإمام الحسين في وجداننا، في عواطفنا، في ضمائرنا، لا ننفك عن ذكر الإمام الحسين، لا نقول يومي، بل في كل ساعة يعيش في قلوبنا الإمام الحسين نتيجة المظلومية الكبرى التي عاشها الإمام الحسين، والتي نحن أيضا نظلم لأننا من أنصار الإمام الحسين. فنرى عند هذا الشاب أمنية أن يكون من جنود الإمام المهدي ومن الآخذين بثأر الإمام الحسين. في الحقيقة كان جوابا طيبا ورائعا، نتمنى من الله عز وجل أن يحقق طلب هذا الشاب في أن يكون من أنصار الإمام المهدي، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية. نشكر قناة الإمام المهدي. سادة المشاهدين الكرام، مستمرون وإياكم وبرنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويسرنا أن نوجه السؤال التالي إلى أحد الأخوة المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ أحمد عبد الحبيب. أحمد عبد الحبيب. أخ أحمد، أراك في مسجد السهلة، هل أنت معتاد على زيارة مسجد السهلة؟ نعم. بودي أن أسألك هذا السؤال، كيف ندخل السرور على قلب إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ نعم، أولا الإنسان يجب أن يكون ملتزما بما أمره الله سبحانه وتعالى من عبادات، تلتزم بالعبادات، إقامة الصلاة، الأمور المالية، وبعدين الالتزام بأقربائه، صلة الأرحام، بر الوالدين أهم شيء، وعلاقته ويا جيرانه، ما يؤذي الناس، ما يظلم أحد، يعني بوظيفته وين هو يكون، يعني كل واحد مسؤول، يعني شلون يقول أكو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني كل واحد يعني يلتزم بما أمره الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني في الحقيقة كان جوابا رائعا وطيبا ومباركا، ذكر الكثير من الأمور التي فعلا هي مما يدخل السرور على قلب الإمام المهدي، أولها حسن معاملة الناس، أن يتعاشر المؤمنون فيما بينهم بالود والمحبة والألفة، يسعى بعضهم في قضاء حوائج بعض، كذلك الالتزام التام بأداء الطاعة والعبادة كما أمرنا الله عز وجل. وذكر أيضا أمرا مهما جدا ينبغي أيضا التركيز عليه، ألا وهو صلة الأرحام، كذلك التعامل مع الجيران. في الحقيقة كانت إجابته شافية وكافية، نتمنى له التوفيق، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية. أشكركم على حسن المتابعة، وأشكركم على هذه يعني الثقافة، تنشرون ثقافة المحبة والتسامح بين المجتمع. شكراً. أهلاً وسهلاً جزيلاً. شكراً. سادة المشاهدين الكرام، قلنا ونوهنا في كثير من الأسئلة التي وجهناها أننا نلاحظ وبكثرة، وخصوصاً في مسجد السهل المعظم، لما له من وقع في قلوب المؤمنين، أنهم يأتون مع أولادهم وعوائلهم وأطفالهم الصغار لأجل أن يرسخوا في قلوبهم حب الأماكن المقدسة، حب الارتباط بأهل البيت، حب الارتباط بالشريعة على وجه العموم. يسرنا أن نلتقي مع أحد الأخوة المؤمنين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حبيبي شلونك؟ الاسم الكريم؟ أمير حسن عبد. أخ أمير، أنت دائما تأتي إلى مسجد السهلة مع أولادك وعائلتك؟ صحيح، دائما إلى مراقد، دائما أخذهم وأعلمهم على الدين وأعلمهم على المراسم الدينية. بودي أن أسألك هذا السؤال، بما أنه نحن في مسجد السهلة وهو مرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل تربي أولادك وأطفالك على حب الإمام؟ صحيح، أربيهم على حب الإمام الحسين وإمام العباس، وأطلعهم وياي لأداء الزيارة أنا وعائلتي الكرام، وأقدم لهم الهدايا باسم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. في الحقيقة سادة المشاهدين الكرام، التفاتة مهمة وجيدة من أخينا المؤمن، أنه ذكر أنه بجلبهم إلى أماكن العبادة والمراقد المقدسة يزداد ارتباطهم وحبهم بإمامهم وبالشريعة، ولكن هنالك نقطة مهمة أيضا ذكرها، أنه يقدم لأولاده الهدايا باسم الإمام المهدي، وهذا أمر ينبغي أيضا أن يكون ضمن ثقافتنا العامة. نحن نعلم أن هنالك الكثير من الأعياد والمناسبات المفرحة التي تكون يحييها المؤمنون جميعا، وفي بعضها نتبادل الهدايا والتهاني والزيارات فيما بيننا.
فيا حبذا أن يكون من ضمن أعمالنا التي نقوم بها أننا نعطي لأولادنا ما يسمى بالمصطلح العامي بالعيدية، الهدية التي تقدم إلى الأولاد الصغار، ونقول لأولادنا أن هذه الهدية هي باسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهذا الطفل إذا ما كبر سيسأل عن هذا الإمام الذي أغدق عليه العطايا والهدايا في أيام المناسبات المفرحة، فيرسخ في نفسه حب الإمام. كان جوابا صحيحا وشافيا، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية. قناة الإمام المهدي عجل الله فرجه على الهدية، وهي هدية كريمة، شكرا لهم. سادة المشاهدين الكرام، حتى البراعم الصغيرة، البراعم المهدوية أيضا تحاول أن تدخل السرور على قلب إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من خلال المجيء إلى بيته ومنزله، وأكيدا هو سيفيض عليهم من عطائه ويغدق عليهم من كرمه، كيف لا وهم بهذا العمر يأتون لزيارة هذه المكانات المقدسة، وأيضا يأتون للتقرب من الإمام المهدي. يسرنا أن نلتقي مع أحد هذه البراعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ سيف. سيف حبيبي، أنت دائما تأتي إلى مسجد السهلة؟ أي نعم. لماذا تأتي إلى مسجد السهلة؟ جاي أدعي إلى صاحب العصر والزمان، وأدعي إلى أقربائي وأهلي وكل أقربائي. نعم. بعد بماذا تدعو وأنت في هذا المكان المقدس؟ في دعاء الفرج. تحفظ أنت دعاء الفرج؟ نعم. ممكن تقرأ لنا دعاء الفرج؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله بك. سادة المشاهدين الكرام، كما لاحظتم من الإجابة، هو يعرف لماذا يأتي إلى هذا المكان المقدس. يقول أتي للعبادة وللطاعة. وكذلك لمن يأتي في هذا المكان؟ قال إنه يأتي إلى مقام صاحب العصر والزمان، كونه يعشق هذا الإمام، كيف لا وهو إمام زماننا وعليه المعول في الشدة والرخاء، وكذلك يدعو إلى أهله وأقربائه. جميل جدا أن نجد مثل هذه الثقافة راسخة في أذهان أولادنا وهم بهذا العمر. وقرأ أيضا لنا دعاء الفرج، نتمنى له دوام التوفيق وأن يكون من أنصار الإمام المهدي، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية. شكرا جزيلا لكم. سادة المشاهدين الكرام، ونحن نتجول في المقامات المقدسة، في الحقيقة يشدنا الشوق والحنين، لا يكاد نفارق مثل هذه الأماكن. لماذا؟ لأنك تشعر بارتياح واطمئنان، وأنت تجد المؤمنين لا تمنعهم أي أوضاع، حتى وإن كانت الأجواء المناخية من برودة أو حرارة، تجدهم يجلسون في الأماكن المقدسة، يؤدون العبادة والطاعة، ينتظرون أن تقام صلاة المغرب، صلاة جماعة، حتى يؤدوا هذه الطاعة والعبادة، ويتضرعون إلى الله عز وجل لتعجيل فرج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يسرنا أن نلتقي مع أحد المؤمنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ خالد شاكر. أخ خالد، نحن نلاحظ أنك تأتي مع أحد أولادك إلى هذا المقام المقدس وتؤدون الطاعة، هل أنتم باستمرار تأتون إلى هذا المكان؟ أي باستمرار. أي. كل ثلاثة نجي نصلي هنا صلاة المغرب. أي. هذا المكان مرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فبودي أن أسألك هذا السؤال ونحن في برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل تتشوق لرؤية الإمام؟ طبعا، أكو أحد ما يتشوق لرؤية الإمام؟
يعني الإمام هو كل شيء قد يعني نصلي هنا، نجي كل ثلاثة هنا نصلي، يعني نتمنى نشوفه. أي والله هو هذا السؤال الذي بودي أن أسألك إياه، يعني أنت إن وفقك الله عز وجل وإن شاء الله سيوفقك لرؤية الإمام، ماذا تطلب منه؟ يفرج علينا وعلى أمة محمد وينصر الإسلام. أي والله. إذن سادة المشاهدين الكرام، إجابة كانت شافية ووافية. هو يجلس في هذا المكان لسماعه الكثير من الخطباء، خطباء منبر الحسيني، علماءنا الأعلام في مدينة النجف، يذكرون أن كثرة المداومة على الحضور في مسجد السهلة وخصوصا في هذه الليالي ليلة الأربعاء، كثرة المداومة عليها من الأسباب التي تؤدي إن شاء الله لرؤية الإمام المهدي والتشرف بلقائه، كما حدث لكثير من علمائنا. هذا المكان زاخر بالذين التقوا مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو يطلب منه أيضا الدعاء للمؤمنين، النصر للمؤمنين، أن يعود الإسلام جديدا بعد الاندراس كما هو المعهود من الإمام. كذلك يسرنا أن نلتقي مع الشاب المؤمن الذي يرجو أيضا أن يكون من أنصار الإمام المهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ عباس خالد شاكر. عباس، نحن نراك تجلس في هذا المقام، مقام الإمام جعفر الصادق، في وسط مسجد السهلة المعظم، فهل أنت باستمرار تأتي إلى مسجد السهلة؟ نعم، نأتي باستمرار إلى مسجد السهلة. بودي أيضا أن أسألك سؤال أيضا مرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كيف يمكن لنا أن ندخل السرور على قلب إمامنا عجل الله تعالى فرجه؟ ندخل السرور في قلب صاحب العصر والزمان، أنه نمشي بالدرب الصحيح والدرب الصالح كما يرضي الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أن بر الوالدين، أن أرضي والدي ووالدتي كل ما بوسعي. كذلك أيضا الجيران، المجتمع. نعم نعم. نعم نعم، بارك الله بك. سادة المشاهدين الكرام، كما رأيتم من جواب هذا الشاب المؤمن أنه يدخل، طبعا هو باستمرار يأتي إلى مسجد السهلة، وهذا أيضا من الأمور المفرحة، يعمل على رضا الإمام وإدخال السرور على قلبه من خلال الالتزام ببر الوالدين، الالتزام بحب المؤمنين جميعا، الالتزام بأداء الطاعة، فعل ما يرضي الإمام الذي هو مظهر من مظاهر رضا الله عز وجل. كانت إجابة واضحة وطيبة، ومؤمن موفق إن شاء الله، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الفضائية. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الله يسلمك بعد قلبي، رحم الله والديك. مشكورين والله، يسلمك والله يحفظك. سادة المشاهدين الكرام، لازلنا وإياكم في برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن نتجول في المقامات المقدسة الموجودة في مسجد السهلة المعظم، وقلنا لكم أننا نغتنم فرصة وجود الآباء مع أولادهم لكي نفهم منهم ونوجه لهم الأسئلة المستوحاة من هذا المجيء، أنهم يأتون مع أولادهم، ما الغاية من هذا الإتيان في مثل هذه الظروف، الجو بارد أو حتى حرارة الجو، أو في كل الظروف هم يأتون مع أولادهم. يسرنا أن نلتقي مع أحد المؤمنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ إدريس عبد الحسين مفتاح. أخ إدريس، أنت هل أنت معتاد دائما على زيارة مسجد السهل؟ نعم، معتاد على زيارة الإمام المهدي عجل الله مفرج وسهل مخرجه بارك الله. بودي أن أسألك، أنت الآن تصطحب معك أحد أولادك إلى هذا المكان وفي هذا الجو البارد وكذا، كيف تربي أولادك على حب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ ربي أطفالنا على حب الإمام المهدي بالتوفيق والنجاح والأخلاق الحسنة ببركة الإمام المهدي عجل اللهم فرجه وسهل مخرجه، وحسن الأخلاق وحسن التربية معاملة الآخرين والضيوف. هل ولدك بالمدرسة؟ نعم نعم، صف الثالث متوسط ابتدائي. يحقق نجاحات؟ يحقق نجاح دائما إن شاء الله ببركة الإمام المهدي عجل اللهم فرجه وسهل مخرجه، بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. سادة المشاهدين الكرام، الجواب كان صحيحا، وأيضا فيه إشارة رائعة ولطيفة، أن النجاح الذي يحققه أولادنا في مدارسهم وهم يسعون في تحصيلهم العلمي
يكون ببركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذه نقطة مهمة ورائعة، أننا نوصي أولادنا أن نجاحكم هذا الذي تنجحون به في مدارسكم، ونحن نطمح إلى أن ينجح جميع أولادنا، لأنه من الأمور التي تدخل السرور على قلب الإمام هو تحصيل العلوم. وأمرتنا الشريعة المقدسة في كثير من الأحاديث على وجوب تحصيل العلوم بمختلف أشكالها وألوانها، كما نعلمهم الطاعة والعبادة وفعل الحسنات، كذلك نسعى في تعليمهم ليكونوا شبابا ناضجا واعيا. ونجاحاتهم نقول لهم أن هذه النجاحات إنما تحققت ببركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كان جوابا صحيحا. وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية. رحم الله والديك، الله يحفظكم ووفقكم إن شاء الله. سادة المشاهدين الكرام، البراعم المهدوية من الأمور التي تسر الإمام وتدخل السرور على قلبه وتفرح الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كيف لا، وهو يأمل منهم أن يكونوا هم أنصاره وشيعته ومحبيه في وقت ظهوره المبارك إن شاء الله، الذي نرجو من الله أن يكون قريبا وأن نعيش عصر ظهوره المبارك، أن نجد بهذه الأعمار يجلسون في هذه الأماكن المقدسة في ظل هذه الأجواء. أكيدا هذا الأمور فيه رضا لله عز وجل ولأهل البيت ولإمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يسرنا أن نلتقي مع أحد هذه البراعم. سلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ ياسر ميثم عبد الهادي. حبيبي ياسر، كم عمرك؟ أنا عمري 13 سنة. في المدرسة أنت؟ في المدرسة، نعم. بأي صف؟ صف الخامس. هذا المكان الذي أنت فيه ما هو اسمه ولماذا أتيت إليه؟ اسمه مسجد الإمام المهدي، وأجيت أنا أدزوره وأصلي نيام البي بي تي وأدعي إن شاء الله يطين مرأتي. هل تدعو للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ نعم. كم مرة تدعو للإمام؟ الصبح والعصر كل يوم أنا أدعو له هواي. هل تحفظ شيئا من الأدعية للإمام المهدي؟ نعم. ماذا تحفظ؟ اللهم كل يوليك الحجة ابن الحسن. ممكن أن تقرأه لنا بصوت عالي؟ اللهم كل يوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليين محافظة وقائدين وناصرة ودليلين وعينة، وحتى تسكن أرضك طاعة وتمتعها فيها طول، برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. بارك الله بك. وأنت تأتي مع أخيك الأصغر منك إلى المكان؟ نعم نعم. سادة المشاهدين الكرام، كما لاحظتم أجوبة شافية وكافية، هم يأتون إلى هذا المكان يعرفون أن هذا المكان هو مرتبط بالإمام المهدي، لذلك كانت إجابته لم يقل مسجد السهلة، لأجل أنه ترسخت في ذهنه وفي قلبه أنه مسجد مرتبط بالإمام المهدي، فهو يقول مسجد الإمام المهدي، وهذا إن دل على شيء يدل على مدى رسوخ حب الإمام المهدي في قلبه، كذلك دعاءه للإمام، يذكر الإمام يوميا وبثلاث مرات أو أكثر، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي لنا أن نعود أولادنا على ذكر الإمام في كل وقت وفي كل حين. ويحفظ أيضا الأدعية المتعلقة بالإمام ومنها دعاء الفرج. نتمنى من الله عز وجل لهؤلاء الشباب التوفيق، وإن شاء الله أن يكونوا من أنصار الحجة. وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي. شكرا. اللهم أنصر الإمام المهدي هو وجماعته، وأنصر راعي القناة وراعي القناة الإمام المهدي يا الله. شكرا شكرا. حلقتنا لهذا اليوم كانت مميزة سادة المشاهدين الكرام، لكثرة من نجدهم من المؤمنين يأتون مع أولادهم، وإنما نركز على هذا الأمر لأهميته في مثل ظروفنا الحالية، ما يعيشه العالم أجمع من كثرة الفتن وكذلك الاضطرابات. ينبغي علينا أن نزيد من التعميق في حب الأئمة، حب أهل البيت، حب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في نفوس أولادنا، لكي يتعلموا على هذا الخط والنهج الذي انتهجه آباؤنا وأورثناه نحن إلى أولادنا، وهم إن شاء الله سيكملون المسيرة. يسرنا أن نلتقي مع أحد المؤمنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ الحاج يوسف تومان إسماعيل. بارك الله بك حاج يوسف.
أنت معتاد على زيارة مسجد السهلة باستمرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. احنا دائما نجي، انا اجيب اولادي ذول الصغار دائما اجيبهم للاماكن المقدسه واشرح لهم دائما الكاظميه. هذا السؤال الذي كان بودي ان اسالك اياه، انت تعتاد على زياره مسجد السهله وتاتي باولادك معك، فانا بودي ان اسالك كيف تربي اولادك على حب الامام المهدي وحب اهل البيت؟ والله دائما نعلمهم، احنا نشرح لهم من نجلة السهلة نشرح لهم على الامام المهدي، ونروح للامام الحسين هم نشرح لهم المقامات، ودائما انا اوصيهم وابلغهم دائما اقول لهم انتم نجاحكم وتوفيقكم من الله سبحانه وتعالى هو ببركه الامام المهدي عجل الله فرجه وسال الله مخرجه. احسن، بارك الله فيك. شكرا شكرا. شو اسمك عمو؟ محمد. محمد، انت في اي مكان الان؟ مسجد السهلة. هذا المسجد ماذا به من مقامات؟ المهدي عجل الله فرجه الشريف. نعم. أنت متعود تأتي مع والدك إلى هذا المكان؟ إيه. ما ذكره الوالد سمعناه من الولد أنه يأتي مع والده ليتبرك بهذه الأماكن المقدسة، لينهل من فيوضات الأئمة، لينعم ببركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكما لاحظنا من الإجابة أنه يأخذ معه أولاده في كل الأماكن والعتبات المقدسة ويعلمهم أن هذا الذي زرناه وهذا الإمام من هو ومن أبوه وما هي قصته، وهذه من الأمور التي تزيد وتزيد في المعرفة بأهل البيت لأولادنا وهم في مثل هذه الأعمار. كانت إجابة صحيحة ووافية وشافية، وهذه هدية مقدمة من قناة الإمام المهدي الفضائية. شكرا جزيلا، بارك الله بك. الله يهديك، رحم الله يهديكم، مشكورين. الله يوفقكم ووفق قناة الإمام المهدي إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. الله يبارك فيك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شاهدة المشاهدين الكرام، أجواء إيمانية ومباركة عشناها وإياكم في هذا المكان المبارك مسجد السهل المعظم، وحلقة من برنامج في منزل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا البرنامج الذي من خلاله نستطلع آراء المواطنين، وكذلك من خلال الأسئلة التي نوجهها إليهم نعرف مستوى الثقافة المهدوية الراسخة في نفوسهم، ونعمل على زيادة هذا الوعي والثقافة المهدوية في قلوب المؤمنين جميعا. عسى الله عز وجل أن يشملنا برضاه وأن يشملنا بعناية ولطف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا وإياكم سادة المشاهدين الكرام وحلقة من برنامج في منزل المهدي. في ختامها نوجه غاية شكرنا وتقديرنا إلى إدارة مسجد السهلة المعظم والمبارك. الشكر لكم سادة المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والاستماع. آمرين أن نلقاكم في حلقات أخرى من برنامج في منزل المهدي. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.